Good day, everybody. Thank you so much for joining us today. My name is Donna Jensen, and I'm a portfolio manager. ملف قطاع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاتحاد الدولي للمحاسبين. بداية أعطيكم معلومات عن الترجمة الفورية المتاحة باللغتين الإنجليزية والعربية. هناك أيقونة الكرة الأرضية يمكنكم الضغط عليها واختيار اللغة Spanish للغة العربية وEnglish للغة الإنجليزية. وبما أننا نستخدم زوم لهذه الندوة الافتراضية يمكنكم أن تطرحوا الأسئلة في علبة الأسئلة والأجوبة Q&A ونشجعكم على طرح الأسئلة خلال العروض وسوف نجيب عليها تباعا. وتم إغلاق ميكروفونات جميع الحاضرين أوتوماتيكيا. وهذه الندوة ستكون متاحة باللغتين الإنجليزية والعربية وسيتم تسجيلها ونشرها على الإنترنت بعد انتهاء الندوة. سوف ترون على الشاشة سؤالين متكررين. هل سيحصل المشاركون على شهادة مشاركة لأغراض التطوير المهني المستمر؟ جميع المشاركين سيحصلون على تأكيد الحضور عبر الإيميل. إذا لم تحصلوا على هذا الإيميل رجاء أن تفقدوا ملف السبام. وهل سنشارك الشرائح بعد الفعالية؟ نعم، سوف نرسل لكم نسخة عن العروض بعد انتهاء الندوة. أعطي الكلمة الآن للسيد حاتم القواسمي الذي سيدير هذه الندوة وهو رئيس الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب وهو المدير الإداري الشريك لشركة كي بي أم جي في الأردن. لديه ما يزيد عن 33 سنة في الإدارة العليا وهو خبير في التدريب على مسائل المالية وغيرها من الأمور المحاسبية. جميع المشاركين، ويشرفني أنا حاتم القواسمي رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب أني أكون معكم في هاي الورشة النقاشية التي ينظمها الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب والآيفاك والبنك الدولي. الشكر الكبير لجميع الجهود وفرق العمل التي ساهمت بالإعداد لهذا البرنامج النقاشي، ويشرفني أن أبين لكم بأن عدد المشاركين الذين سجلوا لهذا البرنامج النقاشي وصل ما يقارب 600 مشارك. عنوان هذا اللقاء اليوم هي المؤسسات المملوكة للدولة ومنظمات المحاسبة المهنية ودورها في إصلاح الإدارة المالية العامة، خاصة فيما يتعلق بعد التعافي من وباء كورونا. واسمحوا لي بداية أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى معالي وزير المالية المصري الأستاذ الدكتور محمد معيط ومعالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر الأستاذة الدكتورة هالة حلمي السعيد ومعالي السفير محمدي أحمد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية. هم ضيوف الشرف والذين دعموا هذا اللقاء وساهموا في إنجاحه، فلهم من الآيفاك والوورلد بانك والآفا كل الشكر والتقدير. وبعجالة موجز عن الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب وهو جهة مهنية معتمدة وذات
مصداقية عالية، حيث تم تأسيس هذا الاتحاد عام 1970 برؤية عظيمة، وهي توحيد الجهود والمبادرات للأعضاء من أجل تطوير وتقدم مهنة المحاسبة والتدقيق في المنطقة، وذلك من أجل دعم التطور الاقتصادي. لذلك يعتبر الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب، ما يعرف بالآفاق، اتحاد متخصص من قبل منظمة الوحدة الاقتصادية التابعة لجامعة الدول العربية. يوجد لدى الاتحاد أو حوالي 16 منظمة مهنية أعضاء في اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب. من هاي 16 منظمة مهنية، حوالي 8 أعضاء أو 8 منظمات مهنية هي أوريدي أعضاء أيضا في مع الآيفاك. ويوجد أعضاء أفراد لدى اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب أكثر من 2500 فرد من الأعضاء حسب سجلات الاتحاد لعام 2019. وبالتالي مرة أخرى نشكر الجهات الراعية الثلاث، الآيفاك، الورلد بانك، والاتحاد الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب على تنظيم هذا اللقاء، حيث يوجد لدينا نخبة من المحاضرين الأكفاء أصحاب الخبرة الكبيرة العميقة في مواضيع المؤسسات المملوكة للدولة والإصلاح الإدارة المالية، خاصة فيما يتعلق بعد جائحة كورونا. Next please. الأجندة لهذا اللقاء اليوم راح نبدأ بموضوع اللي هو supporting the global accountancy reform agenda، دعم أجندة الإصلاح المحاسبي والمالي. معنا متحدثين two speakers، لورا ليكا from the public sector، ومعنا كمان رجات نارولا from the World Bank. راح أقدم السيرة الذاتية تبعتهم بعد قليل، ثم بعد ذلك راح يكون محدثنا جينس كريسنس من الورلد بانك، راح يتحدث جينس عن إصلاح الإدارة المالية من وجهة نظر المؤسسات المملوكة للدولة، وهي PFM reform from the SOE perspective. بعد ذلك سوف يكون محدثنا جمال ملحم من الآيفاك، وسوف يتحدث باللغة العربية، وسوف يتحدث عن إصلاح الإدارة المالية من وجهة نظر المنظمات المهنية. وبعد ذلك سوف يكون الختام بجلسة حوارية، نفتح باب الأسئلة لQ&A session للإجابة على أسئلة المشاركين، وسوف يكون في هذا النقاش جميع المحاضرين بالإضافة إلى زميلنا أليكس ميتكلف from Global Head of Public Sector at ACCA. Next please. Next please. أوكي. كما تحدث راح يكون معنا الزميل أليكس ميتكالف، he is the global head of public sector at ACCA. راح يكون زميلنا أليكس ميتكالف هو الرئيس العالمي للقطاع العام في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين. وهو أيضا يترأس القطاع العام في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، ويدير الأبحاث والقيادة الفكرية، ويمثل أليكس الACCA أمام الجهات الرئيسية في القطاع العام، بما في ذلك صناع السياسات ضمن المنظمات الحكومية والدولية لمشاركة الممارسات الفضلة والرؤى في الإدارة المالية العامة من أجل العمل
العمل في خدمة المصلحة العامة، وقبل العمل في الـ ACCA عمل أليكس في المملكة المتحدة وفي الخدمة المدنية الكندية، وقد غطى عدة مواضيع. لديه أبحاث تغطي المواضيع القطاع العام، البنية التحتية المالية وقانون التوظيف والسياسة المالية وغيرها. إذن هذه هي السيرة الذاتية المختصرة للسيد أليكس. Next slide please. Now our first speaker or presenter will be... متحدثنا الأول سيكون زميلتنا لورا ليكا، وهي من مدراء المحاسبين المحترفين في مجال الأعمال والقطاع العام في الاتحاد الدولي للمحاسبين، وهي مديرة في فريق القيادة الفكرية في الآيفاك، و تركز على المبادرات الداعمة للمحترفين العاملين في المجال المالي والمحاسبة، وعملت سابقاً في جرانت ثورتون كمديرة تدقيق مختصة في تدقيق القطاع العام في المملكة المتحدة، وعملت أيضاً في المجلس الدولي للإبلاغ المتكامل، وهي أيضا عضو في CIPFA المعهد المعتمد للمالية العامة والمحاسبة، وتحمل شهادة البكالوريوس العلوم في الفيزياء الرياضية من جامعة نوتنغهام في المملكة المتحدة. شكرا لك حاتم على هذه المقدمة. مساء الخير وصباح الخير للجميع. يسرني أن أتحدث في هذه الندوة وأشكر جميع المنظمين. بداية سوف أطلعكم على لمحة مختصرة عن مبادرات الاتحاد الدولي للمحاسبين لدعم القطاع العام. إذن من ناحية السياسة والمناصرة في ظل الأزمة الصحية العالمية وطوارئ المناخ تدعو الحاجة إلى استعادة النمو الاقتصادي وضمان تعافٍ مستدام وشامل وعادل، لذلك ازداد الاهتمام في القطاع العام وفي الإدارة المالية القوية. الشهر الماضي نشرت الآيفاك مستند بعنوان المزيد من الشفافية والمساءلة في القطاع العام، وهذا يشير إلى أن الآيفاك تؤمن في أهمية إصلاح القطاع العام، وهذا يظهر أهمية دور مهنة المحاسبة في دعم القطاع العام. إذن لدينا ثلاثة نقاط. النقطة الأولى هي الحوكمة القوية والإدارة المالية العامة القوية، وأهمية الإبلاغ المالي من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة، والدور الأساسي لمهنة المحاسبة في القطاع العام والاستعداد للعام 2030. إذن وهذا يشمل
منظمات المحاسبة المهنية والأفراد المحاسبين الذين يعملون في كيانات القطاع العام، والسيد جمال من اللجنة الاستشارية لتطوير منظمات المحاسبة المالية في الأيفاك سيغطي هذه النقطة. النقطة الثالثة هي الاستعداد للعام 2030، فالإدارة المالية القوية هي الأساس الضروري للحكومات لاتخاذ القرارات الصعبة الضرورية للموازنة بين الأولويات ما بعد جائحة كورونا وتقديم أهداف التنمية المستدامة. ولدينا أيضا أهمية المؤشرات لقياس أثر التدخل بالنظر إلى التحديات والأولويات في مرحلة التعافي بعد أزمة كورونا. استضافت الأيفاك عدد من الطاولات المستديرة في بداية هذا العام، وجمعت كبار المسؤولين الماليين من القطاع العام وأعضاء من مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام والعاملين في منظمات المحاسبة المهنية، وكذلك مشاركين من القطاع report referenced here, and this is available on the IFAC website. So I won't go through all of them. وفي أعمال تابعة للاتحاد الدولي للمحاسبين. والشعور المشترك خلال هذه الفعالية هو أن playing a central role in governments and public sector organizations. لطالما لعبت وتلعب دورا أساسيا في جائحة and importantly reinforced كورونا. وتلعب دورا في مساعدة الحكومات ومنظمات القطاع العام على اتخاذ القرارات الصعبة والعام. الآن أريد أن أنتقل إلى نشاطات الأيفاك ودعمه لاعتماد وتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. إذا كان لدينا 4 مشاريع أساسية: أداة تقييم تدخل COVID-19 ومؤشر المساءلة في القطاع العام الدولي ومواد تدريب المدربين للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام والمشورة والطريق نحو التحول إلى الاستحقاق. إذن نحن نريد أن نساعد الحكومات في فهم أثر التدخلات، لذلك قامت الأيفاك بالتعاون مع جامعة زوريخ للعلوم التطبيقية وبشراكة مجلس المعايير التقييمية للتدخل في جائحة COVID-19، وهذه الأداة توفر طريقة لتقييم الأثر الاقتصادي للسياسات الحالية والمخطط لها. وهذه الأداة تعترف بأهمية المحاسبة على أساس الاستحقاق وتنفيذها في مختلف البلدان. And to monitor progress, it has been recently updated with 2020 actual data. أنتقل الآن إلى مؤشر المحاسبة، المؤشر الدولي للمحاسبة في القطاع العام تم إعداده من قبل المعهد المعتمد للمالية العامة والمحاسبة. Increase of 6% compared to 2018. IFAC في العام 2008. Positive rising trend that in 2025 is an increase to 50% using accrual. وقد أشار هذا المؤشر إلى زيادة استخدام المحاسبة على استحقاق بنسبة 60 بلداً في العام 2020، وهذه زيادة بنسبة 6% مقارنة بالعام 2018، ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة 50% في العام 2025. إذن بالإضافة إلى التحول إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق، ينظر المؤشر في أطر عمل الإبلاغ المالي،
مدى استخدام هذه الطريقة سواء مباشرة من دون تعديلات أو بشكل غير مباشر. إذن التوجه هو توجه إيجابي بحسب الإحصائيات. بالنسبة لمواد تدريب المدربين الخاصة بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، الأيفاك لا تقدم شهادات ولا تطوير مهني مستمر. النية هي أن يتم استخدام هذه المواد التدريبية للأغراض غير التجارية من قبل أعضاء الأيفاك ومنظمات المحاسبة المهنية وغيرها من أصحاب المصلحة والشركاء. وهذه المواد هدفها مساعدة الحكومات والمنظمات الحكومية في التحول من المحاسبة على أساس النقد إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق. هذه المواد تشمل 10 وحدات دراسية، وهناك دليل تدريبي. كل وحدة دراسية تتضمن عدة مواضيع منفصلة يمكن تقديمها كجلسات فردية، وبإمكان المحاضر أن يختار المواضيع التي يود التركيز عليها. وهذا مجرد مثال عن المواضيع، مثلا المزايا الاجتماعية، الخدمات الجماعية والفردية، واقتراحات مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام لنفقات التحويل. إذن هذه المواد يمكن استخدامها بشكل فردي أو من خلال المحاضرات. أخيراً، مشروع المسارات نحو التحول إلى الاستحقاق. هذا تحديث للمشروع الذي تم نشره في العام 2010، وتمت إعادة تسميته المسارات نحو الاستحقاق، ونحن نتعاون مع CIP أحد المعتمد للمالية العامة والمحاسبة لتحديث المحتوى، ونعمل على إعداد موقع إلكتروني. Examples will be added to help illustrate how practical challenges توفير الموارد والمراجع. And if you could go to the next slide. هي الخاصة بالانتقال إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق. وأخيراً، هذه الدراسة بعنوان هل النقد لا يزال ملكاً؟ زيادة الفوائد من المعلومات على استحقاق على أساس الاستحقاق في القطاع العام، تم إعداده بالتعاون مع جمعية المحاسبين والاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC. الدروس المكتسبة من البلدان المختلفة يسرني الإجابة على أسئلتكم. شكراً لكم. جهود واضحة، وجهود الآيفاك بصراحة واضحة في دعم القطاع العام للتحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق من خلال تبني معايير الإبسس، وجهود يشكر لها، وهي تساهم في مساعدة جميع الدول في العالم للتحول وتطبيق الإبسس. مرة تانية شكرا لك لورا. والآن محدثنا مستر رجات نارولا. مستر رجات will present راح يتحدث عن دور البنك الدولي ب facilitating engagement among partner countries for sustainable public oversight. إذن رجات سيتحدث عن دور البنك الدولي في تيسير المشاركة مع البلدان الشريكة. Work with the World Bank. العام المستدام. رجات نارولا هو من كبار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعمل مع البنك الدولي
He is a chartered accountant also and a certified external. من 23 سنة وسبق أن عمل في مناطق جنوب أسوا محاسب داخلي معتمد. And financial management community of practice. Over to you, Mr. Rajat. وهو أيضا رئيس PAIB في البنك الدولي. شكرا لك سيد حاتم على هذه المقدمة. يسر البنك الدولي المشاركة في هذه الندوة الافتراضية ويسرني الترحيب بكم. إذا لنتابع الحديث عن الدعم العالمي للقطاع العام في الإبلاغ المالي والمحاسبة. الشريحة التالية من فضلكم. إذن البنك الدولي يدعم بشدة استخدام المحاسبة على أساس الاستحقاق وبناء على المعايير الدولية التي تسمح للحكومات بتوفير لمحة شاملة عن الوضعية المالية والأداء وتسهل الإشراف الخارجي على الإنفاق العام وزيادة الثقة في الحكومات والتحضير لإحصائيات مالية أكثر موثوقية وإدارة المخاطر بشكل شفاف. وهدف البنك الدولي هو ضمان استخدام الموارد العامة بشكل فعال. لقد سلطت جائحة COVID-19 الضوء على الحاجة إلى الشفافية والمحاسبة في إنفاق القطاع العام. وصل الدعم المالي العالمي إلى 14 تريليون دولار بما فيها 7.8 تريليون دولار بالإضافة إلى الإنفاق على ضخ الأموال والقروض وغيرها. إذن البنك الدولي يدعم أجندة إصلاح المحاسبة في القطاع العام. لدينا الشركات العالمية والإقليمية ونحن نقوم بأعمال التشخيص والمناصرة ونقدم أيضا الدعم الفني. إذن سوف أغطي كل من هذه المواضيع. الشريحة التالية. فيما يتعلق بالشركات العالمية إتسس بمجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام يعمل بشكل وثيق مع البنك الدولي في تعزيز الانتقال إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق. والبنك الدولي هو أيضا عضو في الـ PIC لجنة المصلحة العامة في مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وهدفه توفير الضمان لأنشطة وضع المعايير. وقمنا بإنشاء عدد من المنصات في آسيا الوسطى منصة برنامج عفوا بولسار وشبكة فوكل في أمريكا اللاتينية والكاريبي وغيرها لدعم القطاع العام في المحاسبة والإبلاغ. والهدف هو بناء قدرات المحاسبين والماليين المحترفين. أداة التشخيص الأكثر أهمية لقياس أداء المحاسبة العامة اسمها بيفا فريمورك وهو أداة تقييم الإنفاق العام والمحاسبة المالية. وتشمل بيفا 3 مؤشرات: سلامة البيانات المالية والتقارير الميزانية السنوية
تقارير المالية السنوية. وأظهر التقرير العالمي العام 2020 حول الإدارة المالية العامة أن عددا من البلدان لم تبلغ بلاء حسنا في الإدارة المالية وهناك حاجة إلى التحسين. يعمل البنك مع عدة بلدان على مواضيع الإدارة المالية العامة ونحن نستخدم هذه الفرصة أيضا لتعزيز النقاشات حول إصلاحات الإدارة المالية العامة في القطاع العام. الشريحة التالية من فضلكم. في مجال الدعم الفني نحن نقدم الدعم الفني من خلال عدة مشاريع في عدة بلدان. مؤخراً أجرينا دراسة أظهرت 89 مشروع دعم فني يقوده المانحون. لديها هذه المشاريع لديها عدة عناصر منها العناصر المحاسبية والمالية وتشمل عدة نشاطات منها التعليم والمناهج الخاصة بالمحاسبة بناء القدرات والتدريب ووضع المعايير وتشخيص الاستراتيجيات والسياسات وضع خريطة الطريق زيادة الوعي وغيرها من النشاطات. إذن هذه لمحة عن الدعم الفني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في المغرب وتونس نحن نستخدم نفس الأداة التي ذكرتها وهذا يشمل اعتماد إطار عمل الكفاءة وبرنامج تدريب المدربين. في تونس لدينا الدعم في إعداد المعايير الوطنية والتحضير التحضير لأدوات التنفيذ وبناء القدرات. وفي لبنان لدينا تدريب على المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام واعتماده من قبل وزارة المالية والمدققين. الشريحة التالية. من المفيد أيضا أن أتحدث عن الدروس المكتسبة من دعم البنك الدولي لإصلاحات الإدارة المحاسبة في القطاع العام. إحدى الدروس المهمة هي أن التشريعات مهمة جدا في أي عملية إصلاح عام. من المهم أن نعمل على موضوع التشريعات. النقطة الثانية هي أنشطة زيادة الوعي مثل تبادل النظرة والجولات الدراسية والتدريب وهذا مهم جدا لضمان الثقة في أصحاب المصلحة وأيضا لتقديم الدعم خلال مرحلة التنفيذ. نقطة أخرى هي وجود خارطة طريق شاملة لمساعدة جميع أصحاب المصلحة وإشراكهم في أجندة الإصلاح وقياس التقدم من سنة إلى أخرى. نظم المعلومات، نظم تقنيات المعلومات هي أيضا في صلب الإصلاحات المحاسبية في القطاع العام. فيما يتعلق بالطريق نحو المستقبل، إذن كيف سنعمل على هذه الإصلاحات في المستقبل؟
نحن نرى أن هناك عدد كبير من البلدان 65% من البلدان ينتقل إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق في نهاية العام 2023 وسيواصل البنك الدولي دعمه لأجندة إصلاح المحاسبة في القطاع الحام والتركيز سيكون على نهج شاملة أكثر نحو دعم تطوير الإدارة المالية العامة ونحن ننظر أيضا إلى المزيد من التآزر مع الشركاء شركاء التنمية وكما ذكرت أن العديد من المشاريع كانت قائمة على المانحين وكلما زاد عدد المانحين كلما كان ذلك أفضل من الدروس المكتسبة أيضا هو أنه من المحتمل أن يزيد الاهتمام بنطاق العمل في مجال الإصلاح إذن تحديد نطاق العمل سيكتسب أهمية إضافية في المستقبل هذا كان لإعطائكم لمحة عن عملنا ولإعادة تسليط الضوء على أن البنك الدولي لا يزال داعماً قوياً للإصلاحات العامة وسوف نواصل عملنا في دعم إصلاح القطاع العام شكراً لكم اللي تحدث فيها زميلنا رجات من البنك الدولي وأوضح دور البنك الدولي في دعم القطاع العام فيما يتعلق بالإصلاح المالي وواضح من خلال الدعم في تطبيق معايير الإبسس شكرا لك مرة ثانية وزي ما تحدثنا في البداية إذا كان هنالك أي سؤال من المشاركين سوف يكون لنا آخر سيشن Q&A سيشن بس للأسئلة والإجابة عليها وحيث يتم من قبلكم إرسال الأسئلة على البوكس أو الصندوق المتعلق بالـ Q&A الآن متحدثنا أو محدثنا الآن جينس كريستنس Jens is a practice manager in the governance global practice on the World Bank Group in Middle East. Jens Kristensen هو مدير الممارسة العالمية للحوكمة في البنك الدولي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. متعلق في SOE من وجهة نظر SOE also. Jens, he works on. إذن ينسى يتحدث عن الإصلاح المالي من وجهة نظر الشركات المملوكة للدولة وهو عمل على الضمان الائتماني في البنك الدولي وهو من كبار المحترفين في مجال التنمية لديه أكثر من 20 سنة من الخبرة في الحوكمة والإصلاح المؤسسي في وزارة المالية الدنماركية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والخدمات الاستشارية المتعلقة بالمخاطر في KPMG و الأمانة العامة للفيفا الإنفاق العام والمساءلة المالية ولديه خبرة تحليلية وعملية في البلدان الهشة ومتوسطة الدخل في أوروبا وآسيا الوسطى والمحيط الهادئ وأفريقيا جنوب الصحراء وبلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعطي الكلمة الآن للسيد يانس كريستنسن تفضل شكرا جزيلا لك أستاذ حاتم وأود أن أشكر المنظمين والمتحدثين والمشاركين الكثر الذين قرروا الانضمام إلينا اليوم لدي 30 رسالة لكم
سوف أذكرها وأتوسع فيها. الشركات المملوكة للدولة تلعب دوراً مهماً جداً في العديد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توفر التوظيف والخدمات، وفي بعض البلدان لديها أهمية في التوازن السياسي. البعض قد يقول أن إعطاء الأولوية للشركات المملوكة للدولة يجب أن يبقى على قائمة الأولويات، ولكن هذا قد لا يكون واقعياً. إذن التركيز يجب أن ينتقل إلى تحسين أداء الشركات المملوكة للدولة وتقليل الضرر الذي ينتج عن هذه الشركات على الاقتصاد. النقطة الثانية هي أن هناك العديد من الإصلاحات الفنية التي يمكن القيام بها لتحسين أداء الشركات المؤسسات المملوكة للدولة، وهذه الإصلاحات في الحوكمة يجب أن تطال الإدارة المالية العامة للشركات المملوكة للدولة والحوكمة في القطاع العام، والأساس يجب أن يكون الشفافية والمساءلة، وهذا يسلط الضوء على أهمية الجودة والسرعة وموثوقية المعلومات المقدمة للجمهور، ويسلط الضوء أيضاً على الأداء العام. النقطة التالية هي أن الشركات المملوكة للدولة يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تنفيذ هذه الإصلاحات كما ذكرت لورا وذكر رجات، ولن يكون ذلك ممكناً إلا من خلال مهنة المحاسبة. إذن نحن جميعنا شخصيات مهمة جداً، نحن العاملين في مجال المحاسبة في إصلاح الإدارة المالية في الشركات المملوكة للدولة. يجب أن نعمل على المستوى المؤسسي والمهني والفردي. إذن هذه هي النقاط الثلاثة الأساسية التي سأتوسع فيها في الدقائق القليلة القادمة. أولاً، أهمية إصلاح شركات المملوكة للدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الشركات المملوكة للدولة تلعب دوراً مهماً في القطاع المالي والاقتصادي، إذن لا يمكننا الحديث عن المؤسسات المملوكة للدولة من دون الحديث عن كمية الموظفين العاملين في هذه الشركات، حوالي ثلث الموظفين. وهي وفي عدد من البلدان لدينا شركات مملوكة للدولة تعمل على الموارد الطبيعية والبنية التحتية، وإذن هي جزء مهم جدا من الاقتصاد. العقد الاجتماعي في العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقوم على التوظيف في القطاع العام، وبالتالي العمل في الشركات المملوكة للدولة هو سياسي أكثر مما هو اقتصادي، ولكن من المهم أن يكون لها دور مهني. هذه الشركات المملوكة للدولة تلعب دورا مهما في العقد الاجتماعي وتواجه تحديات في العديد من البلدان التي تعاني مشاكل في الاستدامة المالية، والتي لا توفر التوظيف المطلوب لمساعدة الشباب في دخول سوق العمل وتأسيس أسر
وفي بعض الحالات الخدمات التي تقدمها هذه الشركات ليست بالمستوى المطلوب. وفي بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأمر لا يختلف عن باقي بلدان العالم. هذه الشركات تقع تحت ضغط المواطنين لتقديم خدمات تحاكي الخدمات المقدمة في البلدان الأكثر تقدماً، وهذا يضع الشركات تحت ضغط لتحسين أدائها. كما أن هذه الشركات تنافس القطاع الخاص في مجال المنتجات والسلع والخدمات وفي مجال سوق العمل، فهي تجذب اليد العاملة وتنافس القطاع الخاص. وكما ذكرت لورا، أجندة الأصلاح تزداد أهمية في ظل جائحة كورونا ومرحلة التعافي وإعادة البناء. ومع ظهور المتغيرات أو المتحورات من فيروس كورونا قد نتأخر في دخول مرحلة التعافي، وبالتالي تزداد أهمية الاستدامة وتحسين الأداء. هناك اتفاق شامل على الحاجة للإصلاحات، ولكن السؤال كيف نطبق هذه الإصلاحات وأين نبدأ؟ إذن الإصلاحات في الشركات المملوكة للدولة إصلاحات طويلة الأمد، تستغرق وقتاً طويلاً، ويجب أن تكون في محور الإصلاحات تحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة. هو جزء من مجموعة أوسع من الإصلاحات، وهناك تركيز متزايد على الحوكمة الجيدة من أجل الإصلاح الناجح والمستدام للشركات المملوكة للدولة. والبنك الدولي يعمل بشكل كبير على كل هذه النقاط. كان علينا تحسين أداء الشركات المملوكة للدولة لتقديم الوظائف في المنطقة وللمحافظة على الثقة في القطاع العام والحفاظ على العقد الاجتماعي. ومبادئ الإدارة المالية العامة الجيدة تنطبق أيضاً على الشركات المملوكة للدولة. هذه الشركات تؤسسها الدولة ويتم تأسيسها باستخدام أموال المكلفين الضريبيين، ولديها ولاية قانونية تخولها استخدام الأموال العامة. إذن لإدارة المخاطر المالية تحتاج بلداننا إلى تأسيس أطر عمل قوية لإدارة ماليتها، ويجب ضمان تنفيذ إطار العمل هذا بشكل قوي، ويتطلب ذلك أيضاً التدقيق والإشراف القوي على هذه المؤسسات المملوكة للدولة. والمعلومات المتعلقة بهذه الشركات يجب أن تكون مشمولة في ملفات الميزانية، ويجب أن يكون هناك خطط استراتيجية سنوية قوية و خطط وضمانات للقروض التي تأخذها هذه الشركات،
وتدعو الحاجة إلى الشفافية في اتخاذ القرارات والسرعة في العمل والمساءلة والمحاسبة الداخلية والخارجية بشكل فعال من قبل جهة تدقيق خارجية. إذن عندما نتحدث عن تحسين أداء الشركات المملوكة للدولة ومعالجة مشاكلها، نحتاج إلى الابتعاد عن الحديث عن الخصخصة، ولكن أيضاً الحديث عن الحوكمة الجيدة والإدارة المالية الجيدة لضمان تقديم أداء الشركات للقيمة. وأكرر ما قالته لورا لمنظمات المحاسبة المهنية دور مهم في المضي قدما والعمل على المستوى المؤسسي. وعلينا أن نطبق أجندة الإصلاح وأن نقدم الإبلاغ عندما يكون ذلك ممكناً. منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محظوظة بأنظمة التعليم القوية والموارد البشرية الكثيرة، ولكن لا يمكن للموظفين في الشركات المملوكة للدولة العمل بشكل جيد من دون التدريب الملائم. في الختام، يتزايد الوعي بأن إصلاح الشركات المملوكة للدولة ليس أمر جيد وحسب، بل هو ضرورة، وهذا يضمن استمرار العقد الاجتماعي ويدعم تعافي هذه الشركات من جائحة كورونا. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لك ينس على هذه الكلمة التي تضمنت الكثير من المعلومات. توضيح وبيان دور المؤسسات المملوكة للدولة في الإصلاح العام، وأعتقد راح يكون هنالك مجموعة من الأسئلة حول هذا الموضوع في الختام. الآن ننتقل إلى محدثنا الأخير في هذه الجولة، وهو مستر جمال ملحم. مستر جمال is a member of IFAC. السيد جمال ملحم هو رئيس فريق عمل اللجنة الاستشارية لتطوير المنظمات المملوكة، منظمات المحاسبة المهنية التابع للاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC، وسيتحدث عن إصلاح الإدارة المالية العامة من وجهة نظر منظمات المحاسبة المهنية. ولقد انضم السيد ملحم للجنة الاستشارية لتطوير منظمات المحاسبة المهنية في الايفاك في يناير 2018 وحتى العام 2020، وتم تجديد ولايته لفترة 2021-2023، وقد تم ترشيحه من قبل الأياسكا الجمعية العربية الدولية للمحاسبين المعتمدين، وهو عضو في لجنة تطوير منظمة المحاسبة المهنية في الايفاك ورئيس فريق عمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو المدير التنفيذي وشريك في TAGI في فلسطين، وعضو في تاج أورج، عضو في
مجلس الإدارة التنفيذي لديه خبرة تزيد عن 28 سنة في المحاسبة العامة والخدمات الاستشارية في العديد من البلدان الأعضاء في التاجي وتاج أورج. إضافة إلى ذلك لديه أكثر من 7 سنوات من الخبرة في التعليم العالي في مواضيع تعليمية مختلفة وفي تطوير برامج التعليم المحاسبي، وهو حالياً رئيس الجمعية الفلسطينية للمحاسبين العموم المعتمدين. الكلمة لك سيد ملحم، تفضل. جمال، we can't hear you. Maybe you are on mute. بسم الله الرحمن الرحيم، سمعني؟ Yes, we can hear you now. Yes. Okay. مشكور أستاذ حاتم على هذا التقديم، وبالنيابة عن المجموعة الاستشارية لتطوير المؤسسات المحاسبية المهنية في الاتحاد الدولي للمحاسبين، وكذلك نيابة عن مجموعة العمل الخاصة بتطوير المؤسسات المهنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نحيي الجميع. مساء الخير وصباح الخير للجميع حسب أماكن تواجدهم، وأشكرك أخي حاتم، وأشكر مجلس إدارة الاتحاد العام للمحاسبين العرب على التعاون الدائم مع الاتحاد الدولي للمحاسبين لما في مصلحة المهنة في المنطقات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أشكر الزملاء في الاتحاد الدولي للمحاسبين، وأخص بالذكر العاملين بشكل دؤوب لتنظيم وإنجاح مثل هذه اللقاءات بشكل مستمر، دانا جنسن وفانيسا ودارلين. كما أشكر زملائي المتحدثين لورا ليكا ورجات من البنك الدولي وينس كريستنسن، بالإضافة إلى الأستاذ أليكس من الـ ACCA. ونظراً لوجود الغالبية من المشاركين في المنطقة منهم من المتحدثين باللغة العربية، تم الترجيح أن أكمل مداخلتي هذه باللغة العربية، مع الإشارة لوجود وشكر مترجمتنا الرائعة نور القطب. إحنا حنتحدث في المداخلة هذه الدقائق حول دور المؤسسات المهنية المحاسبية، واللي مقصود فيها هي الجمعيات والنقابات المحاسبية في دعم النظام المالي في القطاع العام بشكل عام داخل الدولة. إحنا كما نعلم جميعاً أنه الجائحة تسببت بوضع الحكومات في العام الماضي ولغاية وقت قريب تحت الضغط، بهدف قيام هذه الحكومات بتزويد المواطنين بالخدمات الطبية أو الخدمات الصحية، والمحاولة لتسيير الأمور المعيشية، بالإضافة إلى تحدي توقف العديد من المناحي الاقتصادية في أوقات معينة من الزمن أو في بلدان معينة خلال الفترة الماضية. أدت هذه التحديات اللي موجودة إلى صعوبة وتحديات لدى الحكومة في وضع الموازنات والتقديرات، لأنها الأمور الاقتصادية لم تكن ظاهرة، كما أدت أيضاً إلى صعوبة في تطبيق إجراءات الرقابة على عدد من الجوانب التشغيلية لدى هذه الحكومات. إذن الآن نحن الآن في مرحلة التعافي من هذه الجائحة، وعلينا أن نعمل معاً في هذه المرحلة لإنجاحها في تطوير النظام المالي العام داخل هذه الدول. وحيث أنه المرحلة السابقة كما أشرنا اتسمت بالسرعة في تحول الأولويات والضعف في أدوات الرقابة، علينا أن نعود سريعاً وأن لا نستسلم، أنه هذا التجاوز الأمور الرقابية التي كانت بسبب أمور طارئة أن تكون عرفاً في المستقبل، فعلينا أن نعود بأسرع وقت ممكن إلى الممارسة الطبيعية والأنظمة المالية القوية والإجراءات الصحيحة التي يجب أن تعود إلى العمل في هذه الدول في الإجراءات الحكومية أو في العمل العام. لذا فإنه الآن هو الوقت المناسب أن نعمل معاً
سواء جمعيات أو نقابات، واللي يتم الإشارة إلى هنا بمؤسسات المحاسبية المهنية وأفراد مع الحكومات خلال مرحلة التعافي. من أجل تحديد عملياً الدور اللي يجب أن تقوم به هذه المؤسسات المهنية المحاسبية، وهي أصلاً يجب أن نعلم أن هذه المؤسسات المهنية المحاسبية هي جزء لا يتجزأ من البنية التحتية لأي نظام مالي على المستوى الوطني أو على مستوى الدولة، وتمتلك هذه المؤسسات دور كبير للقيام به والمساهمة في تنمية البنية التحتية للمالية العامة في داخل الدولة والتنمية الاقتصادية وكذلك التنمية الاجتماعية في البلدان أو في الأقاليم التي تعمل بها. من أجل هذا، من أجل القيام بهذا الدور، يجب على المؤسسات المهنية والمقصود هي الجمعيات أو النقابات المحاسبية والتي ترعى شؤون المهني في دولنا، أن تعمل أولاً بما فيه المصلحة العامة، أن تكون هي المؤشر الحقيقي لتوجه عمل المؤسسة المهنية. ثانياً أن يكون أن تستمر في تطوير وخلق مهنيين ذوي قدرة وكفاءة مهنية من خلال طبعاً التدريب والتأهيل لهؤلاء المهنيين. النقطة التالية وهي تشجيع على هذه المؤسسات، تشجيع وتطبيق تبني والالتزام بقواعد السلوك المهني، وكذلك القيام يعني على هذه المؤسسات القيام بما ينبغي عليها من الاستمرار في تحسين جودة التقارير المالية من خلال المراجعة للمهنيين، وبالإضافة أن تشكل هذه المؤسسات كمصدراً للمعلومات للحكومة ولذوي العلاقة لردفها في المرجعيات المطلوبة من معايير ومهنيين. هذا ما يجب على المؤسسة المهنية أن تقوم به. من أجل أن تنجح هذه المؤسسة المهنية للقيام بهذا الدور وهذا العمل، حقيقة على الجانب الآخر هنالك الحكومة أو التي يجب أيضاً أن تدعم المؤسسات المهنية لتمكنها من قيام من واجبها. فتعزيز قدرة هذه المؤسسات من أجل القيام بواجبات الرئيسية من الناحية المهنية لهذه المؤسسات أو الجمعيات، ويمكنها من التركيز على الأهداف الحقيقية لها، وأن تشكل لها يعني أن تشكل الحكومة داعماً لهذه الجمعيات في مواجهة أي تحديات قد تمر بها ومساعدتها في التغلب عليها وتجاوزها، بهدف في النهاية إلى تحسين النظام المالي العام واللي هي أحد المكونات به. وفي حال طبعاً قامت هذه الحكومة وعملت على تعزيز قدرة هذه الجمعيات ووصلنا إلى نظام سليم، فإن الفائدة بشكل عام ستعم الاقتصاد بعدة جوانب بالتأكيد، أهمها أو بدايتها اللي هي القدرة على استقطاب الاستثمار الأجنبي عندما تزيد الثقة بالنظام المالي والتقارير المالية المنشورة داخل الدولة، وتساعد بجانب آخر على تطوير وتنمية القطاع المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم. فعلى سبيل المثال أنه أي نظام مالي جيد في الدولة يساعد هذه المؤسسات على الاحتفاظ بنظام مالي سليم داخلها، يشجعها على التخطيط ويشجعها على التنمية كمؤسسة صغيرة، ويعم على بقية المؤسسات وعلى الاقتصاد بالتالي. تعزيز الشفافية والمساءلة داخل الدولة يعزز هذا النظام من الشفافية، على سبيل المثال نشر المعلومات أو التقارير المالية للجمهور أو للمستخدمين حول أداء المالي للقطاع العام أو للشركات المملوكة للحكومة، هذا يعزز الرقابة عليها ويفيد أو يساعد بالنهاية على الاستخدام الأمثل للموارد في حال تحققت هذه الرقابة. والمساعدة في تحقيق هذه الكفاءة ستنصب بشكل نهائي على
تحسين جودة الخدمة التي تؤدى إلى المواطن بشكل نهائي. ونضيف على ذلك أو من الجوانب التي ممكن أن يستفيد بها النظام المالي والثقة تعزيز الكفاءة والفاعلية لدى المشاريع الحكومية والتنموية التي تقوم بها، سواء كانت هذه المشاريع ممولة حكومياً داخلياً أو ممولة من مانحين خارجيين أو حكومات خارجية، لزيادة كفاءة تنفيذ هذه المشاريع المنفذة داخل الدولة. Next slide please. بالطبع كيف يمكن إحنا نساعد طبعاً المنظمات المحاسبية المهنية للقيام بهذا الدور المتوقع منها في القطاع العام؟ بالطبع هناك كثير من الطرق لتمكين هذه المؤسسات، ولكن هنا إحنا من نتجنب من نتطرق فقط للجانب الدعم ما تقوم به هذه المؤسسات في الجانب المالي، أي النظام المالي العام، بالرغم من أنه هنالك جوانب أخرى يمكن لمؤسسات المهنية القيام بها. فنود أن نتطرق في البداية على التحديات التي تواجه المؤسسات المهنية للقيام بواجبها. من أهم العوائق اللي بنشوفها إحنا في منطقتنا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على سبيل المثال العوائق التشريعية. فإذا من فقط نتطرق لمثال من هذا النوع، المؤسسات المهنية في دولنا في المنطقة اتخذت عدة أشكال لتطوير مهنتها أو تطوير ذاتها. فأحد الأشكال كان وجود نقابات مهنية مؤسسة بقوانين مستقلة ومشرعة بالقانون داخل هذه الدول، ومكنها هذا النموذج، هذه المؤسسات مكنها من القيام بواجباتها وتعزيز قوتها وقيامها بالفعل بالمساهمة في النظام المالي العام الدولي. والنموذج الآخر والذي يوجد به تحدي هو تأسيس جمعيات على سبيل المثال لدى وزارات الداخلية في هذه الدول بدون وجود تشريعات داعمة لوجودها ككيان، فافتقدت هذه المؤسسات المهنية إلى القوة القانونية في تنظيم ذاتها والسيطرة على أعضائها، والتي كانت في عدد من الدول غير إجبارية على سبيل المثال كعضوية المزاول داخل هذه الجمعيات، مما يضعف رقابتها على أعضائها من حيث المحاسبة والعقاب وإمكانية تبني وتطبيق معايير محددة وقواعد سلوك مهني يمكن المساءلة حولها وأخذها كمقياس. فهذا النموذج أبقى هاي الجمعيات أو المؤسسات المهنية في جل وقتها تصارع لإثبات ذاتها ولبقائها أو البحث عن طرق للاستمرار دون أن تتمكن من لعب الدور الفاعل اللي المفروض أن تقوم به في المساهمة في النظام المالي العام بالدولي. فكان هذا أحد الأمثلة على التحديات في العوائق القانونية. الجانب الآخر التالي اللي كيف يمكن الاستفادة من المعرفة المكتسبة لهذه للجمعيات في تطوير النظام المالي العام، طبعاً من خلال الخبرات في مساعدة الأعضاء في التحول من المعايير الوطنية إلى المعايير الدولية، من خلال الاستفادة من الرؤية والأفكار الدولية الموجودة حول الممارسات الفضلة بما يتعلق بأنظمة الرقابة على الجودة وتعزيز قدرة العاملين في القطاع العام وقواها العاملة، وتعزيز طبعاً قدرة الجمعيات في نظام التحقيق والتأديب للإطلاع على ما هو متبع في الدول الأخرى في العالم، لضمان جهود القطاع العام في زيادة مهنيته وتطبيق المعايير الدولية، وكذلك تطبيق إجراءات أيضاً رقابة داخلية على جودة العمل في القطاع العام. Next slide, please. مستر جمال، سوري على المقاطعة، بقي لديك دقيقتان. تمام، إذا إحنا ننتقل إلى تقريباً سلايدين سريعات اللي هو looking ahead please
النكست سلايد. النظرة إيش يجب أن نعمل؟ الشفافية والمساءلة تعتمد على وجود معلومات مالية صحيحة وموثوقة، وبالرغم من أن المؤسسات المهنية يمكن أن تساهم في عملية التدريب وتقدم المشورة في التقارير العامة، إلا أنه في إقليمنا تفتقر العديد منها، يعني هذه المؤسسات، للموارد اللازمة للقيام بهذا الدور. إذن دعم هذه المؤسسات المهنية لتمكينها من قيام هذا الدور هو شيء مهم، وتمكينها من الانخراط بالحوار مع الأطراف الحكومية من وزارات وأجهزة رقابة وتوجيه في ممارسة على سبيل المثال الأنشطة التعليمية والتدريب بشكل عام. Next slide please. بإيجاز، إذن ماذا علينا أن نعمل بالنهاية؟ علينا أن نقوم بإجراء سريع لنعمل معاً وتطبيق منهج شامل للتطوير. من الملاحظ أنه عدد من الشركاء على سبيل المثال أجهزة الرقابة الحكومية أو هيئات مكافحة الفساد بتأخذ كل يعني مؤسسة من هدول بيأخذوا الجزء المتعلق فيهم دون العكس الأهمية أو مع إغفال جزء من أهمية أنه مدقق الحسابات هو الذي يطلع ويقوم بالأشياء أو يقوم بالاطلاع على نظام المالي داخل الدولة بنفسه. فإخراط المدقق الحسابات وجمعية مدققين الحسابات والهيئات المهنية ضمن نظام تطويري شامل يشمل جميع ذوي العلاقة، أجهزة الرقابة وشركاء الحكوميين والجمعيات أو النقابات في إطار واحد للتطوير، هو شيء مهم. ويمكن الإشارة next slide please إلى المصادر المتوفرة لدى البنك الدولي ولدى CIPFA التي تم نشرها حول دور الاتحاد الدولي في المساهمة في التقليل من الفساد وإصداره حول إطار العمل الدولي في الحكم الرشيد في القطاع العام الصادر عن CIPFA، وهو لتشجيع نظام الحكم الرشيد ليكون قوياً في القطاع العام. أشكركم مرة أخرى وأسف إذا أنا تجاوزت الوقت المسموح، وننتظر إذا كان هنالك أي مداخلة أو أي من الأسئلة. وإليك أستاذ حاتم. شكراً زميلنا جمال على هذه الورقة القيمة والتي تحدثت عن المنظمات المهنية المحاسبية المهنية ودورها في إصلاح الإدارة المالية العامة. ونحن نعتقد جازمين بأن هنالك دور كبير لهذه المنظمات المهنية، خاصة كما تفضلت في منطقتنا، ونأمل من الحكومات في هذه المنطقة دعم هذه المنظمات المهنية بشكل أكبر، كما نأمل من المؤسسات المهنية الدولية بتقديم المزيد من الدعم. وبهذه المناسبة يعني أود أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى البنك الدولي وإلى الآيفاك على دعمهم المستمر للمنظمات المهنية في المينا ريجن. وأنا على يدي يعني وبخبرتي المتواضعة في هذه المنطقة شاهدت الكثير من سبل ووسائل الدعم التي قدمها البنك الدولي والاتحاد الدولي للمحاسبين الآيفاك لهذه المنظمات المهنية. أشكر جميع المتحدثين، أتحفونا بمعلومات قيمة جدا من خلال الورقات أو الأبحاث النقاشية. والآن ننتقل إلى الجزء الأخير من هذا اللقاء، وهو ما يعرف بالـ Q&A session، الأسئلة والإجابات. بداية يسرني مرة أخرى أن أشكر جميع المتحدثين وأن أدعوهم للانضمام إلى هذا السيشن اللي سوف ينتهي الساعة 4:50 بتوقيت الأردن. فلدينا ما يقارب 40 دقيقة، وسوف يقود هذا السيشن
زميلي جينس كريستنسن. جينس will be leading this session. So over to you, my friend جينس. سأعطي الكلمة الآن لزميلي يانس كريستنسن الذي سيترأس هذه الجلسة، جلسة الأسئلة والأجوبة. شكرا جزيلا لمتحدثينا، وأود أن أذكركم بأن جميع الحاضرين في هذه النودة يمكنهم أن يشاركوا في جلسة الأسئلة والأجوبة. يمكنكم أن تطرحوا الأسئلة باللغة العربية أو الإنجليزية، وستتم ترجمة الأسئلة ومشاركتها. وكان لدينا بعض الأسئلة حول البرامج في منطقة الشرق الأوسط والشمال أفريقيا لمساعدة الحكومات في تبني المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام غير التدريب. إذن دكتور الزاروني من الإمارات العربية المتحدة يسأل ما إذا كان هناك برنامج لمساعدة البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تبني المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وما هي الخطوات التالية لتنفيذ هذه المعايير؟ أنا أعمل في هذا المجال منذ 16 عاماً، وأقول لك أن التبني صعب ولكن من الممكن القيام به، ولكن التنفيذ هو الأكثر صعوبة. وأنا أقترح أن نبدأ مع الدكتور حاتم ومن ثم لورا ورجات لكي يعطينا كل منهم وجهة نظره من كل منظمة، وبعد ذلك نرجع إلى الأسئلة التالية. إذا تفضل دكتور حاتم. دكتور عبد الكريم حبيبنا أبو أحمد على هذا السؤال القيم، وراح نفسح المجال لزملائنا من البنك الدولي ومن الآيفاك رجات أند لورا to comment on that. بس خليني أوضح من جانب الآيفاك، نحن على استعداد، عفوا من جانب الآفا نحن على استعداد للتعاون مع البنك الدولي كما كان سابقاً والآيفاك من أجل تسهيل وتدريب الكثير من المنظمات المهنية وزملائنا المهنيين على تطبيق المعايير الإبسس. هذا ما أتوجه إليه، وهذا توجهنا بالاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب. ويشرفنا أيضا دكتور عبد الكريم حبيبي أبو أحمد، يشرفنا إنه أن يتم أيضا التعاون مع مؤسستكم المهنية، المنظمة المهنية في دولة الإمارات العزيزة لتعزيز تطبيق معايير الإبسس والتحول إلى نظام الاستحقاق. شكرا. Thank you. Laura, would you like to come in here or? شكرا لك استاذ حاتم. لورا او رجات، شكرا لك يانس، يسرني ان اعلق على هذا السؤال. انا اوافقك الراي على ان تطبيق المعايير المحاسبيه الدوليه للقطاع العام تحدي بالنسبه للكثيرين، ودورنا في الآيفاك هو صلة وصل بين منظمات المحاسبة المهنية والحكومات والجهات المختلفة، ونحن نقدم المشورة العالمية ودراسات الحالات لنظهر كيف عملت بلدان أخرى في تطبيق هذه المعايير وما هي التحديات التي واجهتها. و من المهم أن يكون هناك سياق عالمي لهذا الإصلاح، وهذا يمكننا من القيام بتحسينات متزايدة. إذن هذه وجهة نظري من الناحية الدولية. أليكس، هل تود أن تعلق؟ نعم، شكرا لك لورا. بداية أود أن أشكر المنظمين آفا، البنك الدولي وآيفاك، ولقد سررت بالمشاركة في هذه الجلسة النقاشية.
من وجهة نظرنا في الـ ACCA جامعة المحاسبين القانونيين المعتمدين لدينا حوالي 60,000 عضو بين طالب وعضو من القطاع العام ونحن مثل الـ IFAC نعطي صورة عالمية عن الممارسة وكان هناك تعاون بيننا وبين الايفاك في دراسة بعنوان هل يزال النقد ملكا still cash king رأينا تحول 40% من البلدان إلى نظام الاستحقاق بحلول عام 2020 وعندما إذا عندما تنتهي هذه البلدان من مسيرة التحول نحن نتحدث مع المهنيين وجمعنا كل وجهات النظر هذه في التقرير الذي ذكرته وكما ذكرتم التدريب والتعليم وحدهما لا يكفيان وفي هذا التقرير البحثي ظهر أن النجاح في التنفيذ يأتي عندما يكون تطبيق المعايير الدولية جزء من أجندة إصلاحية أوسع نطاقا مثل المشتريات الإلكترونية الـ e-procurement إذن تنفيذ المعايير الدولية هو جزء من تنفيذ لعدد أكبر من الإصلاحات شكرا جزيلا لك يانس شكرا لك أليكس رجت أنت تطرقت إلى بعض النقاط المرتبطة بهذا الموضوع في عرضك نعم لأكرر ما قلته فيما يتعلق ب أن إصلاح الإدارة المالية العامة وتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام تكون أفضل عندما تكون جزءاً من أجندة إصلاحية أوسع نطاقاً عملنا في المغرب وتونس على صياغة المعايير الوطنية المحاسبية واعتمادها وتنفيذها ولدينا حالياً برنامج في المملكة العربية السعودية حيث كان هناك انتقال من النقد إلى الاستحقاق وقد قدمنا ضمان الجودة إذن كان لدينا دور في ضمان الجودة في وضع المعايير ونحن نقدم الدعم في الأجندة الإصلاحية للقيام بذلك على مستوى المنطقة برأيي هذا مجال بدأنا في استكشافه لدينا منصة إقليمية في أوروبا وآسيا الوسطى وفي جنوب أمريكا ونحن نعمل على إعداد منصة إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شكراً لكم شكراً لكم رجات وجمال أنتما أثرتما مسألة العمل مع الأجهزة التشريعية وأهمية وضع الإطار التنظيمي إذن السؤال هو حول كيفية القيام بذلك وكيفية تخطي مقاومة الحكومة التي لا ترغب في المزيد من الشفافية إذن مسألة الاقتصاد السياسي ربما أستاذ جمال تريد أن تتحدث عن هذه النقطة ورجات أيضا هل لديك أمثلة تعطينا إياها؟ أنا أعمل مع حكومات حول العالم وأجد أن العمل مع الحكومات بالغ الصعوبة وفي المجال المالي الأمر مختلف جداً وصعب إذن جمال ورجات هذا سؤالي لكما
بعد ذلك سنأخذ سؤال آخر ولكن تفضل أستاذ جمال الكلمة لك أنت في وضعية الصامت عليك أن تظهر الصوت unmute. Thank you, Jens. شكراً على السؤال الوارد من الأستاذ محمد أكرم حسونة وكذلك جزء من السؤال الأستاذ أو الدكتور عبد الكريم الزرعوني بما يتعلق ماذا يمكن للمؤسسات المهنية أن تقوم به أو تساعد الحكومة على سبيل المثال في تطبيق معايير المحاسبة الحكومية بالقطاع العام طبعاً هنالك الكثير للمؤسسات المهنية والنقابات أن تقوم به فعلى سبيل المثال إحنا نتطرق إلى بعض الأمثلة الجمعيات عليها أن تعمل على رفع الوعي لدى الحكومة وذوي القرار بأهمية تبني وتطبيق مثل هذه المعايير على المستوى القطاع العام وأثر اللاحق على تطوير المالية العامة والاقتصاد بشكل عام النقطة التالية اللي هي المشاركة أي على هذه المؤسسات أن تشارك في التدريب وتأهيل القوى العاملة داخل العاملين في القطاع العام حول هذه المعايير بالإضافة إلى نقل تجارب الدول الأخرى في عملية التطبيق خاصة الدول التي قطعت شوط في عملية التبني أو التطبيق والمشاركة مشاركة هذه التجارب مع التحديات من الدول الأخرى إلى القطاع المحلي أو الحكومي المحلي للإطلاع على كيفية تجاوز التحديات التي يمكن أن تواجهنا أثناء عملية التطبيق للمحاسبة الدولية في القطاع العام وتشجيع إدخال هذه المعايير ضمن النظام البرنامج التعليمي العام داخل الدولة وداخل الجامعات لرفع الوعي الكلي حول هذه المعايير لدى المتأهلين أو الرافدين للقوى العاملة سواء للقطاع الخاص أو للقطاع العام طبعاً أشارت لورا أيضاً في عرضها إلى نماذج ممكن استخدامها كمصادر مثل عملية التدريب على هذه المعايير وإرفاد القطاع العام بها أو تزويد القطاع العام بها وكما أشار أيضاً زميلنا المتحدث من البنك الدولي رجات إلى وجود مبادرات من البنك الدولي والأطراف الأخرى فواجبنا إحنا هنا كمؤسسات مهنية لتشبيك هذه المبادرات الدولية مع القطاع المحلي وما ينسجم مع السياق المحلي وربطهم مع الحكومات المحلية أو ذوي القرار أنا كمان بدي أنوه أيضاً لإكزامبل موجود حقيقة للتشجيع في المنطقة العربية كأحد المبادرات المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين على سبيل المثال قام بترجمة كافة المعايير بشكل مستمر عند للمعايير المحاسبية في القطاع العام إلى اللغة العربية من أجل تسهيل الوصول لهذه المعلومات لذوي القرار أو الناطقين فقط باللغة العربية أو غير متمكنين من اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى تطوير شهادات وتأهيلية لرفض القطاع بحرفيين ذوي معرفة في تطبيق المحاسبة الدولية في القطاع العام والنقطة الأخيرة يوجد أدلة صدرت تتعلق أدلة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام اللي تساعد المهنيين على التطبيق وهذه الأدلة أيضاً التي صدرت في البداية في اللغة الإنجليزية هي مترجمة باللغة العربية ومتوفرة لدى المجمع فهذا كمان أحد المصادر المعرفية التي يمكن أن يستفيد منها الجمعيات لتزويد الحكومات بها هذا بإيجاز طبعاً بالتأكيد زملائي عندهم الكثير للإضافة على ماذا يمكن لهذه الجمعيات أن تساعد في تطوير النظام العام من خلال المساعدة وتشجيع تطبيق المعايير الدولية في القطاع العام. مشكور. إليك ينس. Thank you, Jamal. I think Rajat, if you could very briefly share your thoughts before we شكرا لك جمال. هل يمكنك أن تشاركنا وجهة نظرك فيما يتعلق بالفوائد مقابل التكلفة؟ تفضل رجات.
نحن نوافقكم الرأي بأن العمل مع المشرعين تحدي كبير وهم يتحدثون لغة مختلفة تماما. الاقتراحات التي أقدمها هي التالية: قبل إطلاق الإصلاح يمكننا أن نتحاور مع المشرعين ونقدم لهم الدعم، ويجب أن يكون هناك شراكة مستدامة وكذلك خلال فترة تنفيذ الإصلاح، سواء كان ذلك متسقا مع الحوافز الموجودة لديهم. في المملكة العربية السعودية الانتقال إلى النقد المحاسبة على أساس الاستحقاق كان جزءا من أجندة إصلاح 2030، وهنا أصبحت أجندة إصلاح المحاسبة جزء لا يتجزأ من أجندة إصلاح الحكومة الأكثر شمولية، وهذا أمر جيد. إذا كانت لديهم الإرادة لإجراء هذا الإصلاح، ولكن أقول لكم مجددا من الصعب العمل مع المشرعين. لدينا سؤال آخر أقترح الإجابة عليه بشكل مشترك فيما يتعلق بالمعايير: هل تزيد من العبء على منظمات المحاسبة المهنية؟ وكيف تعملون مع أصحاب المصلحة؟ أليكس ولورا، أريدكما أن تجيبا على هذا السؤال. شكرا لك يانس على هذا السؤال. جزء من عملنا في مجال المناصرة يتعلق بالترويج لفوائد الانتقال إلى الاستحقاق وزيادة الشفافية وقيام بالقرارات بشكل مستنير أكثر وزيادة المساءلة، ويجب أن يكون ذلك جزء من برنامج إصلاحي أكبر كما ذكرتم. إذن الانتقال من النقد إلى الاستحقاق ليس الهدف النهائي، بل الهدف هو دعم أهداف أخرى وتقليل الفساد، وهذا جزء من التحديات التي نواجهها. إذن التقليل من الاحتيال والفساد وإدارة أصول الدولة وخصومها وفهم فوائد التحول إلى الاستحقاق بشكل أفضل، هذا هو الأكثر أهمية. وبرأي الآيفاك الأمر لا يتعلق فقط بالإبلاغ المالي، بل يتعلق باستخدام الاستحقاق في عدة مجالات في القطاع العام. وكما قال أليكس، هذه رسالة أساسية من البحث الذي قام به. إذن الأمر لا يتوقف فقط على الإبلاغ المالي. صحيح لورا، هذا كان تسليطا للضوء على بحثنا. هذا السؤال بشأن المشرعين وتحليل الفوائد مقابل التكلفة، سؤال يتكرر. إذن الفوائد يصعب قياسها مقارنة بالتكاليف. دراسة الحالة التي قدمناها في بحثنا والتي سلط عليها الضوء أكثر مع جائحة كورونا، برأيي يجب التركيز أكثر على اتخاذ القرارات المستنيرة بدلا من التركيز على الشفافية والمساءلة من خلال تبني الاستحقاق. وعملنا مع الفريق الحكومي في البنك الدولي على بحث بعنوان دعم المالية العامة في جائحة كوفيد-19. So different forms of promises made by governments
إذن تم تقديم الكثير من الوعود من قبل الحكومات ولكنها لم تكن موثقة. ما نحتاج إليه هو رؤية تأخذ بالاعتبار المخاطر المالية من خلال الاستحقاق. ومع زيادة عبء القروض لا يمكننا أن نخدع أنفسنا أكثر. إذن من الضروري التحاور مع المشرعين. وأود أن أتطرق إلى أبحاث قام بها البنك الدولي بشأن الإدارة المالية العامة. إذن من المهم التركيز على أهمية المرونة في الاستجابة للأزمات المالية. من الصعب قياس الفوائد مقارنة بسهولة قياس التكاليف. حاتم، كان لدينا سؤال من المدقق العام في السؤال. هل لدى الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب لدعم المنظمات العربية في الانضمام للآيفاك؟ لهذا السؤال من زميلنا في السودان، ويعني يشرفنا أنه نجيب على هذا السؤال، بأنه الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب قد ساهم في عدة مرات بالتعاون مع الآيفاك بمساعدة بعض المنظمات المهنية في عالمنا العربي بالانضمام إلى عضوية الآيفاك من خلال دعمهم من ناحية تقدمة البيانات المطلوبة، ومن ناحية الاندورسمنت زي سبونسر لهذه المؤسسات المهنية العربية. وممكن كمان يعني زميلتنا دانا بالآيفاك كانت مسؤولة عن بعض هاي المشاريع لبعض المنظمات المهنية العربية. فالإجابة على السؤال مرة أخرى، نعم يس، إحنا نستطيع أنه نتعاون مع المنظمات المهنية العربية التي ترغب بالانضمام إلى الآيفاك من خلال أنه نساعد هذه المنظمات من خلال الآيفاك بدعمها، ونعمل توصية عليها للآيفاك بأنها تستحق أنها تدخل وتنضم إلى الاتحاد الدولي للمحاسبين، طالما أنه ما في أي تحديات مهنية جسيمة أو هامة تعيق دخول هاي المنظمات أو انضمامها إلى الآيفاك. Thank you, Hatem. We have a few questions on the... شكراً لك حاتم. لدينا سؤال يتعلق بالنقاش القديم الذي مر عليه أكثر من 10 سنوات في مقارنة النقد مقارنة بالاستحقاق. هذا يرجعنا إلى نقاشات صندوق النقد الدولي وغيرها حول التحول من النقد إلى الاستحقاق. شكراً لك ينس على هذا السؤال. موضوع التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق أو تطبيق معايير الإبسس، أنا بتحدث أيضاً، كنت عضو في أحد اللجان في المملكة الأردنية الهاشمية التي كانت مسؤولة عن التحول القطاع العام من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق. بداية بحب أوضح أنه هذه عملية التحول هي رحلة طويلة المدى نوعا ما، قد تمتد من 3 سنوات إلى 5 سنوات، هي ليست في يوم وليلة، لا يمكن إحداثها في يوم وليلة، لكن لابد أنه تكون عبارة عن رحلة، لأنه من خلالها
يجب أن نبدأ بزيادة الوعي وبأهمية مفهوم المعايير المحاسبية المتمثلة بالقطاع العام، وخاصة فيما يتعلق بأساس الاستحقاق، ثم تدريب جميع العاملين في القطاع العام في الدائرة في الدوائر المالية على الإبساس. والنقطة الهامة ضرورة توعية العاملين في القطاع العام خاصة في الإدارة المالية بأن تطبيق الإبساس لا يعني التخلي عن هؤلاء العاملين في القطاع العام نتيجة هذا التحول. وبالتالي أرى أنه تقسيم التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق في القطاع العام يجب أن يتم على مراحل، ويجب أن تتبنى الدولة بكل إمكانياتها، ولا بد من وجود جهات دولية لديها الخبرة الكافية والمناسبة في تبني هذه المراحل، كالبنك الدولي، الآيفاك، وبعض المستشارين الماليين اللي عملوا وساعدوا الدول على تطبيق التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق. شكرا. Thank you very much. There was a question about. شكرا جزيلا لك. كان هناك سؤال حول كيفية العمل على الإدارة المالية العامة وإصلاحها، لا سيما فيما يتعلق بالمعايير الدولية في البلدان الهشة مثل سوريا واليمن ولبنان وغزة. لا أعرف إذا كان جمال يوافقني الرأي. رجات، هل يمكنك أن تشاركني تجربتك وكذلك أستاذ جمال؟ أنتما عملتما في ظروف أكثر تعقيداً. إذن فيما يتعلق بموضوع نقاشنا، إذن في البلدان التي تعاني من نزاعات أو البلدان متوسطة الدخل، ما هي التحديات؟ تفضل رجات أولاً ومن ثم جمال. شكراً لك ينس. عملنا مع لبنان في التحول من النقد إلى الاستحقاق، ولا نزال في المراحل الأولى. هناك نقاشات حول البرامج الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، ونقاشات حول الإصلاحات، والبنك الدولي يعمل أيضا يعمل مع تونس على الانتقال من النقد إلى الاستحقاق. إذن النقاش يتركز حول هذا الانتقال ووقت استعداد أو استعداد البلدان للقيام بهذا التحول. إذن ما هي نقطة البداية؟ علينا أن نختار المسار الذي سنتبعه. وهذه البلدان تعمل منذ وقت طويل على الإصلاحات، ويجب أن نضمن أن الجميع يفهم أهمية هذه الإصلاحات ويوافق عليها. شكرا لك يا رجاء. تفضل جمال. أشكرك. إحنا عندنا في فلسطين كما أشرتي، نظرا لعدم الاستقرار الوضع السياسي في المناطق و عدم السيطرة الكاملة على كافة المناطق الفلسطينية لأسباب سياسية، يوجد عندنا تحديات تشغيلية فعلية. تنعكس هذه التحديات على تطبيق القطاع العام، سواء كانت الحكومة المركزية أو الحكومات المحلية في المناطق، على تطوير أنظمتها، بالرغم من وجود العديد من المبادرات في هذا المجال، ويوجد مبادرات حققت نجاحاً وتحقق نجاح.
فاللي تم تحقيقه من نجاحات في فلسطين على مستوى عدد من المؤسسات المحلية في القطاع العام ليس على مستوى شامل، قامت بالفعل بوضع خطط للتحول من الأساس النقدي إلى الأساس الاستحقاق وطبقتها بالفعل. وبعض هذه، إذا نضرب أمثلة عن هذه المؤسسات، هي هيئات حكم محلي مثل بلديات مركزية في محافظات معينة، أو وزارات تابعة للحكومة بشكل مباشر أيضا معينة. بعض هذه المؤسسات قامت بنجاح بتطبيق الأساس الاستحقاق، ولدى البنك الدولي والقطاعات الناظمة للقطاعات المحلية على سبيل المثال هيئات تطوير، مجلس تطوير قطاع الحكم المحلي، لديه برامج بالتعاون مع البنك الدولي، وجمعية مدققين الحسابات كأحد الفاعلين كانت لها دور أساسي في تطوير النظام المالي، النظام المالي في البرامج المحاسبية لدى القطاع العام. فالإجابة النهائية نعم، يوجد هنالك بعض الأمثلة، ولكن بحاجة أن نبني على هذه الأمثلة الناجحة في عدد من هذه المؤسسات لينتقل إلى مستوى شمولي كامل، والذي يحتاج أيضا إلى مبادرات وتواصل من قبل الأطراف ذوي العلاقة مع ذوي القرار في الحكومة المركزية، طبعا بالتأكيد الأطراف اللاعبين هي جمعية مدققين الحسابات، وزارة المالية في حالتنا، والجهاز الرقابي للمحاسبة وهو ديوان الرقابي، هم الأطراف الفاعلين الرئيسيين في هذا التحول وإقرار هذه الخطة. ولدينا خطة في هذا الموضوع على حسب ما أعلم لدى الجهاز المركزي ووزارة المالية، وبالإضافة أنه تم المشاركة في الإندكس التي تم الإشارة إليه سابقاً في عملية التحول ضمن الخطة التي تسبق إن شاء الله 25 أو 30. شكراً. Thank you, Jamal. It seems from the QA that we should have. يبدو من جلسة الأسئلة والأجوبة أننا بحاجة إلى جلسة إضافية حول مسألة التحول من النقد إلى الاستحقاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إذا ربما يمكنني أن أدعو الشركاء المنظمين إلى عقد ندوة حول هذا الموضوع. انضم إلينا مشارك من ديفات ويسأل هل على منظمات المحاسبة المهنية أن تتعاون مع منظمات مجتمعية أخرى لزيادة المساءلة والشفافية والمشاركة في تصميم ومراقبة برامج إصلاح الإدارة المالية العامة، وما هي المشورة الخاصة بهذا المجال؟ جمال، أنت ذكرت الحاجة إلى العمل مع أصحاب المصلحة ضمن المهنة، ولكن السؤال هنا وحول المجتمع بشكل واسع، هل يود أحد من الآيفاك أو البنك الدولي أن يعلق أو يجيب على هذا السؤال؟ ممكن أن أعقب ببساطة بشكل بسيط حول رؤيتنا في هذا المجال. أي مؤسسة مهنية كجمعية أو نقابة لديها دور للقيام به تجاه المجتمع التي تعمل به وتعزيز الشفافية والمساءلة. إذن من واجب هذه المؤسسة هي إبقاء قنوات للتواصل أو التواصل مع المجتمع الأعمال بكافة أنواعه أو المجتمع المحلي بكافة أنواعه لتعزيز الروح الإيجابية للإفصاح، والإفصاح هو ما يتماشى مع المعايير الدولية بالتأكيد،
وكذلك تعزيز عملية نشر المعلومة سواء المالية وغيرها للمجتمع. هذا النشر هو يعزز الرقابة بكافة أشكالها، من ضمنها طبعاً الرقابة المجتمعية. فهذا التعزيز لهذه الرقابة المجتمعية هو يبقي ذوي القرار والفاعلين تحت الضوء بشكل مستمر، وأن يكون عليهم بشكل دائم أن يبذلوا قصارى جهدهم لتحسين أدائهم من الناحية المالية ومن الناحية التطبيقية الحيوية لتنفيذ الخدمات للجمهور. فمن وجهة نظري سؤال جميل وممتاز جداً، الإجابة نعم، ويحتاج إلى دائماً الحوار لاستكشاف المناطق التي يمكن الدعم والمساهمة بها مع المجتمع المحلي. إليك ينس. Excellent. Thank you so much. I should see what Jess just confirmed that it is not difficult. شكرا جزيلا لك. وضح لي أنه ليس ديفات ولكن دي أف سي أو. إذن أليكس يود أن يختم ببضع كلمات، وكذلك السيد حاتم سواء كان يود الإجابة على السؤال أو أن يختم الجلسة. تفضل أليكس ومن ثم حاتم. شكرا لك يانس، هذا سؤال جيد جدا من FCDO من المملكة المتحدة. من وجهة نظرنا في الACCA المجتمع المدني ومستخدم مهم للتقارير المالية والبيانات المالية للقطاع العام، و نحن نقوم بالعمل في هذا المجال ونشجع الآخرين على الاستجابة لمجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام والتفكير في كيفية استخدام الجمهور للتقارير والبيانات المالية. لدينا برنامج تجريبي في الكاريبي حيث نعمل على مكافحة الفساد والاحتيال، ونحن نتعاون مع الصحفيين أيضا لزيادة دورهم الرقابي ودعم دور المجتمع المدني في المساءلة والشفافية. ولكي أختم يانس، من وجهة نظري هناك سؤال حول الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة. من الجيد أننا تحدثنا عن أهمية الانتقال من النقد إلى الاستحقاق، ولكن أعتقد أن للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة دور مهم جدا في جائحة كورونا. والإنتوساي المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة لديها سياسات باللغتين الإنجليزية والعربية. إذن أعتقد يانس وافقك الرأي، ربما نحتاج إلى ندوة إضافية حول مسألة التحول من النقد إلى الاستحقاق. لورا، ترغبين في التعليق بشكل مختصر قبل حاتم؟ كانت هذه الندوة قيمة للغاية، ومن المشجع أن نرى قدر التفاعل والمشاركة، وهذا يشجع الأيفاك على مواصلة عملها. شكرا جزيلا لكم على هذه الفعالية. تفضل سيد حاتم. شكرا لك يانس، أود أن أشارككم نقاطي الختامية. دعوني أتكلم باللغة العربية. في الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر لجميع الزميلات والزملاء، فرق الدعم اللي عملت مع بالآيفاك بالبنك الدولي بآفا، وذكر أسماءهم زميلي جمال في البداية. وبحب مرة تانية أكرر الشكر لدانا، لفينيسا، لدارلين، لنور القطب،
زملائنا في زميلاتنا في البنك الدولي في آفا الدكتور فريد والعاملين، كما أتوجه أيضا للزميل جمال ملحم أيضا على دعمه الدائم للاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب. وأعتقد أنه يعني كان النقاش ثري جدا، ومن خلال الأسئلة التي تم توجيهها، وأنا أؤيد ما تفضل به زميلي يينز بضرورة عقد ورش عمل قادمة لاحقة تتحدث عن التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق وتبني معايير الإبسس. واضح أن هنالك شغف وعطش لدى الكثير من المشاركين في الحصول على معرفة أكثر في عالمنا أو في منطقتنا، مساعدة جميع المنظمات الدولية في من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق. لما لهذا التحول من فوائد كبيرة وعظيمة تم إيجازها وتوضيحها من قبل المحاضرين الأكفاء، وأعتقد أنه من مسؤوليتنا إحنا كاتحاد عام للمحاسبين والمراجعين العرب، تقع على مسؤوليتنا كآفة أن نبقى على تواصل مستمر ودائم مع المنظمات المهنية الدولية كالآيفاك، الوورلد بانك، الACCA وباقي المنظمات، ومع منظماتنا المهنية العربية من خلال عقد ورش العمل، المؤتمرات، الأبحاث التي تعزز دور هاي المنظمات المهنية في حماية المجتمعات المحلية وفي تطبيق وفي التحول أو في تحسين الإدارة المالية العامة لدى الدول. أعتقد أنه في نجاح كبير لهذا اللقاء، وأتمنى أن نتواصل دائما بلقاءات متكررة ومتجددة. لكم مني خالص التقدير والاحترام. Thank you all. Thank you so much. We have 5 minutes left and شكرا جزيلا لك. بقي لدينا 5 دقائق وعلينا أن نختم في الوقت المناسب، إذن سأتحدث بشكل سريع. أولا أود أن أشكر المنظمين الآيفاك والاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب، دانا جنسن، فانيسا ماكينغلي، روبا، ومترجمتنا نور القطب. شكرا جزيلا لكم على هذه الندوة، وأود أن أرحب بالشراكة بين الآفا والآيفاك والبنك الدولي صالح شعوبنا ومناطقنا. وأود أن أشكر السيد حاتم القواسمي والسيد جمال ملحم والسيد أليكس ميتكالف والسيدة لورا ليكا والسيد رجات نارولا. كانت هذه الندوة بعنوان المؤسسات المملوكة للدولة ومنظمات المحاسبة المهنية في إصلاح الإدارة المالية العالمية التعافي بعد وباء كورونا، وبما أن الجائحة مستمرة علينا أن نبذل المزيد من العمل. هناك الكثير من الأسئلة، يمكنكم الاطلاع على البحث بعنوان Is cash still king؟ هل يزال النقد ملكا؟ علينا أن نتعلم من الدروس المكتسبة وأن نزيد الوعي وأن نعمل مع أصحاب المصلحة المختلفين ولا نعمل فقط فيما بيننا تسليط الضوء على أهمية الإصلاح. جمال ملحم shared, I think. والسيد جمال ملحم شاركنا
تجارب ملهمة جدا من منظمات المحاسبة المهنية في المنطقة، دورها ووظائفها وكيف يمكنها أن تمضي قدما في العمل. وأقول لنا نحن الآيفاك والبنك الدولي والآفا، كيف نقوم بكل هذه الأمور؟ علينا أن نعمل مع الاقتصاد السياسي، أن نعمل نتعامل مع مقاومة التغيير، وأن ندعم البلدان المختلفة لكي تصبح أعضاء في المنظمات المختلفة. وهذا النقاش المستمر بشأن التحول من النقد إلى الاستحقاق. إذن في الختام أود أن أشكركم جميعاً، وأتطلع إلى لقائكم مجدداً شخصياً أو عبر الشاشة، وسوف أسافر إلى القاهرة يوم السبت. شكراً جزيلاً لكم، إلى اللقاء.